يا سيدي نرجع لكتاب التكليف، نعم نرجع لكتاب التكليف السامي، ونرجع لمعنى الثقة، ونرجع لخطاب دولة الرئيس في الجامعة الأردنية قبل سنة تقريبا، وأنا علقت عليه في ذلك الحين، ونرجع لشعار برنامج النهضة ودولة الإنتاج والقانون، نرجع لكل هذه المعطيات لتصريحات الحكومة، ونقيس بالمقابل الأداء والإنجاز، ونقول هل المواطن راضي؟ هل هناك إنجاز حقيقي نستطيع أن نفخر فيه؟ نستطيع أن نقول أن هذه الحكومة أراحت المواطن؟ لا، الحكومة أو عمليا الحكومة، يعني هو الوضع الاقتصادي اللي بيلاحقها والفشل الاقتصادي اليوم بعد 6 أشهر أو أكثر، أو بيانات النصف السنوية للحكومة بعد هذه الفترة، تراجع واضح في الإيرادات، تراجع واضح في النمو. وأنا قلت هذا الحكي في بداية السنة عند إعداد الموازنة على فضائية أردنية، قلت لن يتحقق النمو المطلوب ولن تتحقق الإيرادات المطلوبة بسبب السياسات الضريبية للحكومة. قلت هذا الكلام، وشاركني فيه كثير من الناس والأصدقاء والخبراء. اليوم في فشل واضح وأيضا تعثر في مسارات أخرى. إذا برنامج الحكومة المعلن للناس لم يحقق أداءه وإنجازه. المواطن اليوم ما بيلمس أثر إيجابي من هذه الحكومة، بالعكس الصورة سلبية. ربما كان هناك بعض الإيجابيات وبعض الإنجازات، لكن أكلتها السلبيات والفشل في أداء الحكومة ككل.